بهدف تعزيز التعاون في مجال التكوين المهني والبحث العلمي، وقع المجلس الأعلى لتربية والتكوين والبحث العلمي بالرباط اتفاقيتي شراكة مع أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. الاتفاقية الأولى وقعها رئيس المجلس الحبيب المالكي وأمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات عمر الفاسي الفهري. أما الاتفاقية الثانية فوقعها السيد المالكي والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لبنى طريشة. الاتفاقية اللي تمت المصادقة عليها اليوم عندها أهمية استراتيجية بالنسبة للمكتب، بحيث أنها سوف تمكننا ليس فقط من المساهمة بأكثر فعالية في أعمال المجلس، وبالتالي في إصلاح ورفع من جودة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين. وبهذه المناسبة أكد السيد المالكي بأن تحقيق هدف إرساء مدرسة جديدة منصفة جذابة وعالية الأداء يستدعي الاشتغال بشكل مشترك كشركاء استراتيجيين من أجل مواجهة كافة التحديات. سنتناول نقاش فيما بعد، نقاش جيد وجاد بطبيعة الحال، وبدون شك أن سنعمل كذلك على تحضير تقرير تركيبي خاص بكل ما له علاقة بأشغال اللجان. برنامج هذه الدورة يتضمن سلسلة من العروض لوزراء من مختلف القطاعات حول القضايا الراهنة ذات الصلة بالمنظومة التربوية، بالإضافة إلى عرض حول سير عمل اللجان الدائمة للمجلس.